إذا مشاهدينا احنا حابين نعرف ايش طبختنا اليوم مع الشيف سيف الحربي وايش مجهز لنا من مقادير واطباق خاصه في مطبخ صباح السعوديه. وصباح الخير عليك شيف سيف. هلا والله صباح النور. الله يحييك شيف سيف. ما شاء الله اليوم كذا جايين بطاقة جميلة صراحة حبيب. فاليوم ايش مجهز لنا طبق؟ اليوم كله اكثر وشغلنا على الليمون. عندنا اول شيء كيكة الليمون، مقاديرها موجودة الان توقع على الشاشة. طحين، سكر، بيض، زبدة، بشر ليمون وعصير ليمون وبيكنج بودر وفانيليا وحليب سائل. وبرضه راح نسوي معاها عصوص ابيض برضه بالليمون. طبقنا الثاني راح يكون اللي هو مضروبة ورق العنب. مضروبة ورق العنب تكون الأساسية من ورق عنب مقطع، راح نقدمه بتقييم يعني زي ما يقدم ورق العنب، لكن هذا راح نقدمه حنا بطريقة جديدة وسهلة ومريحة للناس، بالإضافة إلى الرز المصري، بالإضافة إلى البصل، البطاطس، عندنا الكسبرة، البقدونس، النعناع، معجون الفليفلة، مرقة الدجاج، بهارات مشكلة وملح، وعندنا اللي هو زيت الزيتون ودبس الرمان. تمام. راح نقدمه برضه، راح نقدمه بطريقتين. راح نقدمه عادي، راح نزينه اللي هو الرمان، حبوب الرمان، وراح نسوي صوص برضه حامض. تمام. اليوم كله اقول لك ليمون. ايه راح نسوي صوص حامض عباره عن زبادي ولبنه ونعناع، وراح نحط مع شوي فلفل اسود وملح مع عصير ليمون برضه. ممتاز. طيب شيف وش رايك نخليك كذا تستمتع بالطبخه كذا وتاخذ راحتك، وحنا بعد نستمتع معك. تمام. نروح احنا طبعا وياكم مشاهدينا الى استديو موجز الاخبار ونرجع نكمل معكم اكيد مشوارنا في صباح السعوديه.